بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في قناة شرح زي التعليم. النهاردة بنكمل الجزء الثالث، وهو ازاي اختار تمبليت للمدونة اللي احنا انشأناها، وازاي احمله ويكون تمبليت شكله حلو وجذاب. هفتح صفحة جوجل زي ما انت شايف في البحث، هكتب تمبليت بلوجر فري، وبعدين هضغط على سيرج، فهيطلع لي عدد من النتائج. انا شخصيا بفضل هذا الموقع، وهو موقع جميل جدا. هو الموقع ده اهو، ده لما بضغط عليه بيفتح لي بالشكل ده اهو. ده الموقع، هحط لك عنوان الموقع في الديسكريبشن للتسهيل طبعا. بتفتح الموقع بتشوف فيه مجموعة من السمات او التمبليت للبلوجر. ده بلوجر تمبليت ده اهو، وده ووردبريس. ده المدونة اسمها ووردبريس، ده مش موضوعنا النهاردة. بيكون عندك تلاتة كولمان، تلات اجزاء، واتنين والبيزنس والبرسونال يعني الشخصية، وتيش يعني اي تمبليت لاي شيء، والجيمز للالعاب، والفاشون للازياء، والميوزك للموسيقى، والترافل يعني للسفر. فلو احنا اخترنا مثلا عايزين نعمل لكل شيء، نضغط على تيش علشان يجيب لنا مجموعة من التمبليت. دي التمبليت بتاع الموقع ده بيمتاز بانه جميل جدا وديناميكي وشكله شيق جدا. طيب احمله ازاي؟ هنختار تمبليت منهم وهنبدأ نحمله. يستحسن ان انت تختار التمبليت اللي بيحمل بسرعة. فلو ضغطنا على التمبليت ده اهو، هنكتب كده، نضغط عليه، فهيبدأ يفتح لنا بالشكل ده اهو في الصفحة دهيت. هاجي هنا وتحت هقول له داونلود، داونلود ناو، هيبدأ يحمل. فتحت انا بحمل بالداونلود مانجر، انت هتحمل باي شيء. فهتبدأ بدء التحميل، فهتبدأ تحمله، بيتحمل بسرعة. فتح مجلد التحميل، ده المجلد حملهولي مضغوط، كليك يمين، وبعدين هفتح، افك الضغط، فكيت الضغط هيظهر لي مربع اصفر. ده المربع ده هو اللي انا هعمل له كوبي، هاخده كده، وبعدين اقفل بقى المربع ده هوت، وهروح على ملف عندي وهحفظه فيه. خلاص حفظت الملف، نقفل الملف بتاعنا، نرجع تاني للشرح. نيجي بقى نقفل الموقع ده، ما عادش يلزمنا. نروح على صفحة البلوجر طبعا من صفحة جيميل، وبعدين بتضغط على المربع اللي هو في منقط، بيظهر لك اللي هو التطبيقات، بيظهر لك بلوجر. ده المدونة اللي احنا بنشرح عليها اللي هي عالم الحيوان. هتيجي قصادها هنا وتضغط على المثلث اللي نازل تحت ده، وبعدين بتبص تحت كده بتلاقي فيه حاجة اسمها تمبليت اهي، تمبليت. اضغط على تمبليت، فتحت لي صفحة التمبليت، وفيها شكل المدونة اللي احنا عاملينها واحنا سميناها عالم الحيوان اهي. دي المدونة، ده شكل على الكمبيوتر، وده الشكل اللي هتظهر به على الموبايل. هضغط على بيك ريستور، ده باك اب ريستور، واضغط على اختيار ملف، وهجيب الملف اللي انا عاين فيه اهو، هو ده الملف. اوبن، شوف هو ده السيم، ده سيم لاين اكس ام ال، هو ده اللي انا اضغط على ده واختاره اوبن، وبعدين اقول له ابلود تحميل، هيبدا يحمل لي السيم، وهننتظر حتى التحميل. اتحمل السيم، بقى شكل المدونه كده، وهقول له فيو بلوج عشان اشوف شكل المدونه بتاعتي بقى شكله ازاي مع السيم الجديد. ده شكل المدونه، احنا كاتبين عالم الحيوان بالخطأ كمان علشان محدش
يعني هذا الشرح كتبنا عالم الحيوان غلط لغويا. ده خلاص عملنا المدونة وحملنا السيم. طبعا انت بتدخل بتحمل اي سيم يعجبك اي شكل بنفس الطريقة اللي احنا شرحناها، وبكده بنكون انتهينا من شرح هذا الجزء. ما تنسوش الاشتراك في المدونة والتعليقات بتاعتكم، وان شاء الله هحط لكم كل الروابط تحت في الديسكريبشن تحت الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.